نعاني من مياه الشرب، نعاني أيضا من صرف الصحي في نفس المعسكر. مياه الشرب لا تصلح للشرب ولا لا تصلح حتى لشرب الحيوانات البعيدة. برضو نفس الشيء نعاني من صرف الصحي، المجاري في الشوارع. نتمنى أن وزارة البيئة ووزارة البلدية غزة تعمل مشاريع هنا للصرف الصحي والمياه الشرب. الماي بنعاني منها كثير والله، دين بنجيب يعني، هذا مشكلة كبيرة. الملوحة كيف بدنا نعبي يعني؟ انت عارف حمامات بدهن وغسيل بده وصغار بدهم وكل شيء بده، احنا ايش نسوي هذه المجاري كل المعسكر هذا على البحر؟ احنا بحاجة الى ما يزيد عن 100 مليون متر مكعب في الفترة الحالية لتزويد المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة بمياه لاغراض الشرب والاغراض المنزلية بالتأكيد. ايضا نحن بحاجه الى مياه للاغراض الزراعيه، ونحن ايضا بحاجه الى مثل هذا الرقم في الزراعه. هناك العمل جاري على موضوع توفير حوالي 500 مليون او نصف مليار دولار لانشاء محطه مركزيه لتحليه مياه البحر في منطقه خان يونس او القراره على الساحل، لتنتج في العام 2018 او في العام 2018 على ما اعتقد حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه. قامت الاخوه في سلطه المياه ومصلحه المياه بتوفير بعض الاموال لانشاء بعض المشاريع الصغيره فيما يخص تحليه مياه البحر، لكن هي مشاريع صغيره، نتحدث عن اجمالي ربما 4-5 مليون متر مكعب سنويا ستنشئ هذه المحطات. لكن باختصار، ان لم يتم تدارك الموضوع في موضوع الإسراع في إنشاء هذه المحطات وإنشاء محطات المعالجة للتعامل مع مياه الصرف الصحي والاستخدامها في الزراعة بدلا أن نستخدم الخزان الجوفي، سيتم تدمير هذا الخزان الجوفي، لأن هذا الخزان سيتم الاستمرار في عملية استنزافه، وبالتالي تداخل إضافي لمياه البحر، وبالتالي ملوحة إضافية، وأيضا تلوث من سطح الأرض بسبب الإنسان الذي يعيش على ظهر هذه الأرض، وبالتالي هو تدمير للحياة في النهاية.